شهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة التدريب الأخير للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والذي أجري يوم أمس على الملاعب الفرعية بمدينة البصرة الرياضية، وذلك استعدادا لخوض لقائه الأول أمام المنتخب الإماراتي في افتتاح مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بمنافسات النسخة 25 لدورة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 25 التي تحتضنها مدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 حتى 19 من يناير الجاري. وحضر الميران عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس الوفد مهند الأنصاري والأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي. وحرص سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة على الالتقاء بالجهازين الفني والإداري واللاعبين، حيث نقل لهم تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتمنياتي سموهما بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني في مشاركته بمنافسات خليجي 25، مشيدا بما يحظى به المنتخب من دعم خاص وكبير من قبل سموهما. وقد أكد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أهمية هذه المشاركة وبذل المزيد من الجهود للظهور بمستوى مشرف يعكس ما وصلت إليه الكرة البحرينية من تطور كبير وتقدم الأداء المطلوب الذي يؤكد على شخصية البطل وحامل لقب النسخة الماضية، معربا عن ثقته الكبيرة بالجميع في الظهور بالشكل المناسب في جميع مراحل المنافسة في هذه النسخة، مضيفا أن المنتخب عليه التركيز في البداية على تحقيق النتائج الإيجابية في المجموعة الثانية والمنافسة على حصد بطاقة التأهل للمربع الذهبي، ومن ثم الاستعداد لما تبقى من منافسات هذه الدورة، موجها بتوفير الاحتياجات كافة وتهيئة الأرضية المناسبة لسير أعداد وتحضير المنتخب لخوض غمار منافسات خليجي 25 على الشكل الذي يدفع بالمنتخب للظهور الإيجابي. سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، بداية الحمد لله على سلامة الوصول إلى البصرة، شلون شفت أول شيء استعدادات المنتخب وجاهزيته لبداية حملة الدفاع عن اللقب الخليجي؟ طبعا أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا وجودنا اليوم هو لغرض حضور الافتتاح وكذلك يعني الاطلاع على استعداد منتخبنا، ولله الحمد الأجواء إيجابية جدا، طبعا حضوري الآن في تمرين المنتخب، الروح المعنوية عالية، اللاعبين مستعدين، الجهاز الفني والإداري أعتقد قائمين بواجبهم بأكمل وجه، وأعتقد غدا هي المباراة. أعتقد البداية دائما في مثل هذه البطولات، بطولات كأس الخليج، مهمة جدا. أعتقد اليوم بنشاهد افتتاح، الكل ينتظر المباراة الأولى لكل الفرق لكي نشاهد بعضنا بعض، المنتخبات الخليجية يعني كل يبغي يشوف الفريق فنيا كيف يلعب وتحضيره للمباراة كيف. وأعتقد منتخب نحن لله الحمد جاهز، يعني أعتقد الجهاز الفني قام بالواجب ومستعدين لمباراة الغد، ولكن يعني نتمنى إن شاء الله التوفيق. أعتقد التركيز والانضباط في الملعب هو جدا مهم، واللاعبين أعتقد على قدر المسؤولية راح يخرجون. صحيح يعني إحنا دائما ما يوضع الضغط على البحرين بأن حامل اللقب وهذا شيء مضى، ولكن الواقع بأن البطولة كل بطولة تكون بطولة بحد ذاتها، والميدان مثل ما يقولون بحد ذاته ما تقدمه في الميدان. فاليوم اللاعبين أعتقد إن شاء الله غدا لابد أن يظهر منتخب بحريني بصورته بدون أي كلام آخر، يعني يظهر بالمستوى المطلوب، يظهر بالأداء اللي إحنا نطبحنا كمسؤولين وك يعني مساندين لمنتخبنا، وإن شاء الله إحنا على ثقة تامة بأن المنتخب يظهر بشكل إيجابي في المباراة الأولى، وإن شاء الله حضور المنتخب يعني لتحقيق رؤية وهدف، ورؤيتنا وهدفنا إن شاء الله تكون واضحة.